اهلا بكم والسلام عليكم في حلقه جديده من سلسله حلقات الميك اب للمبتدئين مع عمر عيسى. الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن توزيع كريم الاساس بطريقه صحيحه وازاي توزعيه بطريقه سهله وبسيطه جدا. فلو ما شفتيش الحلقه اللي قبل كده لازم تروحي تشوفيها وتشوفي اللي قبلها عشان خاطر تكملي باقي الحلقات وتقدري تتعلمي الميك اب خطوه بخطوه. حلقه النهارده يا بنات هنتكلم عن الكونسيلر او مصحح العيوب. الكونسيلر يا بنات عشان تبقوا عارفين الاول وظيفته، وهو عبارة عن مصحح عيوب او خافي عيوب. بمعنى اصح احنا مش بننور بيه ولا بنفتح بيه اي مناطق، لا احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنستخدمه لو الفاونديشن او كريم الاساس اللي حطيناه الكفر بتاعه كان خفيف او ما غطاش معانا مشكلة معينة في الوش، ساعتها بنستعين بالكونسيلر عشان خاطر نغطي المنطقة اللي موجودة دي. انا جبت لكم يا بنات اهم واشهر نوعين دلوقتي موجودين في السوق، تقدروا ان انتوا تلاقوهم في اي مكان او تنزلوا في صندوق الوصف هتلاقوا اللينك اللي بيوفر التو كونسيلر دول باسعار كويسه جدا. اول واحد وهو ميبلين فيت مي. طبعا ميبلين فيت مي زي ما قلت لكم ان انتوا هتلاقوه في اي مكان، لكن يا بنات ميبلين فيت مي مش بيناسب كل انواع البشره. انا هقول لكم دلوقتي هو بيناسب انواع بشره ايه وامتى تجيبيه وامتى مش هيكون مناسبك. اولا ميبلين فيت مي بيناسب البشرات الجافه، او مش فكره البشرات الجافه، فكره البنات اللي عندها خطوط او جفاف او قشور تحت العين. يعني لو عندك الثلاث حاجات دول الكونسيلر ده هيكون كويس جدا ليكي وبنصحك ان انت تستخدميه. اما مش هيناسبك امتى؟ لو انت عندك هالات قويه او عندك مشكله في وشك درجه الغبقان بتاعتها قويه، يعني ده كل فكرته ان انت لو عندك اثار تعب اثار اجهاد تقدري ان انت تحطيه. اما لو عندك هالات قويه، هالات سودة تحت العين، وحمه، اثار حبايه لونه قوي او غامق، الكونسيلر ده مش هيقدر ان هو يغطي معاكي لو حطيتي مليون طبقه، ان هو معمول للديلي يوز او الاستخدام اليومي، ان هو يديكي طبقه رقيقه قوي ويديكي بس تنوير او تفتيح درجه بس بسيطه في المنطقه اللي انت هتحطيها عليه. فده زي ما قلت لكم بيناسب البشرات الجافه او البنات اللي عندها قشور تحت العين او عندها اثار اجهاد وتعب. اما بقى لو انت عندك هالات قويه، عندك مشكله في وشك لونها قوي، تحت عينك دهني او بيفرز زيوت، ما عندكيش خطوط تحت العين لكن عندك كل المشاكل دي، بنصحك ان انت تجيبي كونسيلر لوريال انفاليبل وبقوه. الكونسيلر ده يا بنات من اجمل واحلى الكونسيلرز الدراج ستور اللي نزلت الفتره اللي فاتت. وبالنسبه للبنات اللي بتقارنوا بتارت، انا بالنسبه لي من جهه ان انا اشتغلت بالاثنين انا انصحكم بده احسن من تارت، لسبب ان تارت اولا سعره اغلى من ده، تاني حاجه بينشف بسرعه جدا، اما ده في نسبه ترطيب شويه تقدري ان انت تسيبيه فتره من غير ما ينشف معاكي او يعلق في منطقه معينه زي تارت. سعره كويس جدا، التغطيه بتاعته ممتازه يا بنات وعاليه جدا. انا بصراحه حبيت جدا جدا الكونسيلر ده وبنصحكم بيه لو انت عندك هالات تحت العين قويه، عايزه درجات كونسيلر مختلفه، انت ميك اب ارتست حابه ان انت تجيبي كونسيلر تبداي تشتغلي بيه لعرايس خطوبه او سواريهات، بنصحك ان انت تجيبي ده وانت مغمضه. زي ما انتم شايفين يا بنات انا طبقة الفاونديشن او كريم الاساس اللي انا حطيتها هي تعتبر خفت معايا اي مشكلة موجودة في بشرتي عدا بس منطقة تحت العين. انا تحت العين ما عنديش هالات، انا كل اللي عندي اثار اجهاد وتعب وعندي بس خفسة داخلة لجوه فمدية زي شادو او ظل ان المنطقة دي عندي فيها هالات، فانا مش هحتاج لوريال انفاليبل، انا ممكن اكتفي بميبلين فيت مي. الدرجة اللي هستخدمها وهي لوني بالظبط يا بنات درجة 25، وهبتدي يا بنات ان انا احطها في الخفسة اللي موجودة هنا كده بالمنظر ده، وهبتدي ان انا احطها تحت الهالات. يعني زي ما انتوا شايفين الخط بتاع الهالات موجود هنا، لا انا هحط تحته شوية. بصوا يا بنات هنصحكم اول نصيحه تسمعوها كويس، من بعدها تركزوا في اللي انا هقوله بعدها عشان خاطر هقول لكم ازاي تعرفوا تختاروا درجه الكونسيلر المناسبه لبشرتكم. اول حاجه يا بنات انا ليه مش هدمج الكونسيلر بتاع ميبلين فيت مي وهسيبه شويه؟ عشان خاطر ميبلين فيت مي الكونسيلر ده فيه نسبه ترطيب عاليه، فانا حابب ان انا اسيبه شويه اخليه يتعرض للجو، ولو عملتي الحركه اللي انا عملتها دلوقتي دي هتلاقي ان الكونسيلر الكفر بتاعه عالي معاكي شويه، لكن تستخدميه في حال واحد فقط لما يكون الكونسيلر فيه نسبه ترطيب عاليه. اما لو استخدمتي كونسيلر بينشف بسرعه او الكونسيلر الملمس بتاعه تقيل او الكفر بتاعه تقيل هتلاقيه نشف معاكي زياده عن اللزوم، دخل في الخطوط وما اتحركش من مكانه، فهتضطري ان انت تعوزي تدمجي فيه كتير فهتلاقيه اصلا اختفى من مكانه.
نيجي بقى يا بنات لأهم جزء في الفيديو ده، وهو ازاي تختاري درجة الكونسيلر المناسبة لبشرتك. أول حاجة يا بنات، لو انتي عندك هالات سودة قوية أو لو عندك مشكلة قوية في بشرتك حابة ان انتي تداريها بالكونسيلر، أنا بنصحك ان انتي تجيبي 2 كونسيلر حتى لو نفس النوع، واحد أغمق منك بدرجتين أو 3 حسب عمق لون المشكلة أو درجة غمقان لون المشكلة اللي موجودة في وشك، أو حسب درجة غمقان الهالات اللي موجودة في بشرتك. يعني لو الهالات قوية جدا ولونها غامق قوي، تقدري ان انت تجيبي كونسيلر أغمق منك بثلاث درجات أو 4 درجات كمان. أما يا بنات، لو انتم ما عندكوش مشاكل قوية في بشرتكم أو عندكم بس أثار إجهاد أو تعب، بنصحك ان انت تجيبي كونسيلر يكون لون بشرتك بالظبط، ولا أفتح ولا أغمق. وفي نقطة تانية كمان يا بنات، في بنات كتير بتقع فيها وما تعرفش الأسباب بتاعتها، وهو ليه الكونسيلر بعد ما بحطه بلاقيه بيقلب معايا رمادي أو لون جري. انتي روحتي جبتي كونسيلر درجته فاتحة جدا على بشرتك، وروحتي حطتيه وانتي عندك هالات سودة. طيب تعالي كده مثلا باختصار ان احنا نجيب لون ابيض ونجيب لون اسود، وناخد نقطة من ده ونقطة من ده ونمكسهم مع بعض، هيطلع لك لون ايه؟ انتي رديتي رمادي. باختصار، انت لو عندك هالات غامقه تحت العين ورحتي حطيتي عليها كونسيلر ابيض او بيج فاتح اللي هو افتح من لون بشرتك، هتلاقيه ضرب معاكي رمادي، مش هتلاقيه ان هو خفى الهالات عندك. فحلو ان انت تجيبي كونسيلر اغمق منك تحطيه الاول، من بعدها تحطي كونسيلر لون بشرتك بالظبط، ويبقى كده الهالات اتوحدت معاكي تماما. طريقه دمج الكونسيلر يا بنات في منتهى السهوله، كل اللي انت بتعمليه ان انت بتدمجي الطرف الاول بتاع الكونسيلر من جوه لبره، ما تفضليش تروحي وتيجي كتير عشان خاطر ما يتشربش في الاسبونج، وفي نفس الوقت تلاقيه دخل في الخطوط معاكي. وتبداي كل ما تدمجي قطعه تبداي ان انت تطلعي ستيب باي ستيب او خطوه بخطوه، لحد ما اللي باقي بس في الاسبونج يبتدي ان هو يكون تحت العين. خليكوا عارفين يا بنات ان احنا كل ما زودنا طبقات تحت العين، كل ما تحت العين كلكع مننا ودخل في الخطوط وشقق وتحرك من مكانه، ما ثبتش ولا خفى الهالات اللي موجوده تحت العين. زي ما انتوا شايفين اثار الاجهاد والتعب راحت باستخدام بس ان انا خدت حبه قليلين جدا من كونسيلر مابلين فيت مي، وبدات ان انا ادمجه ببينكي دوز سبونج. وزي ما انتوا شايفين، ما تكتريش دمج كتير او تروحي وتيجي كتير لو هو اندمج معاكي، عشان خاطر هتلاقي ان الهالات بدات تظهر تاني معاكي، عشان خاطر كل ما انت بتمشي بالسبونج تحت العين، كل ما السبونج بتشرب شويه من البرودكت او المنتج اللي انت حطاه تحت العين. هعمل العين التانيه اوف كاميرا وارجع لكم. وبكده يكون خلص حلقه النهارده ودرس النهارده، بتمنى ان هو يكون درس مفيد وسهل عليكم وتكونوا اتعلمتوا منه، عشان ده اكتر درس يعتبر انا كان بيطلب مني او ان انا يعني كنت بتسائل عليه. وما تنسيش لو سمحتي، لو عجبك الفيديو ده واستفدتي منه، تعملي له شير مع كل صحباتك اللي عندهم نفس المشكلة بتاعتك. وما تنسيش كمان تضغطي على زرار اللايك اللي تحت وتشتركي في قناتي بالضغط على زرار الاشتراك او السبسكرايب، وتضغطي على الجرس اللي جنبه عشان يجيلك اي نوتيفيكيشن لو نزلت فيديو جديد. وما تنسيش الكومنت الايجابي. ويلا باي باي.